إذن إخواني أخواتي هنا غادي نقدم لكم واحد المجموعة ديال لي بلاتو اللي صوبت كاينين اللي صوبتهم معكم وقدمتهم لكم ديجا وكاينين اللي مازالين إذن هذا البلاتو اللي صوبنا البارح كان تيخصو يبات كيلصق لأن باش الكولا كتيبس مزيان هو هذا هنا درت فيه الحلويات شو كيف تيجي رائع في المنظر ديالو شكلا رائع بصراحه حسن من الغدران حسن من البلاطويات العادين اذا هذا حتى هو بلاطو ميغوا هذا صوبته على شكل دائري كيف كتشوفوا بصراحه كيجيو كي جمال بزاف واحد المنظر فيهم تيجي روعه روعه هنا عندنا شكيل هذا كنت درتو تا معكم في فيديو كيف كتشوفوا على شكل هاد لا هادي يمكن نخدمو هكا لي سوشون نخدمو لي بيتزا نخدمو سالي او سوكري لي بغيتي ولي شوكولا هذا درتو معاكم في الفيديو حتى هو ها هو هذا درت فيه دي, دي شوكولا كيف كتشوفوا تيشي شي هو المنظر ديالو جميل بزاف هادو اشكال مختلفه أه كل واحد يختلف على الاخر وهذا الشكل هذا حتى هو كيف كتشوفوا ها هو درت فيه دي بيني هاد لي دونوت ومازال ان شاء الله ندير لكم لا فيديو ديال هاد لي دونوت ان شاء الله وهنا لكم الاختيار كيف كتشوفوا ها هي شوفوا الطويله ديالنا كيف كتجي رائعه مشكله وهادو كلهم بلاتويات اللي مصوبينهم بيدينا في دارنا كيجيو جمال في المنظر كيجيو تري شيك اليغون اللي بغيتيو بالنسبة للتعميره يمكن لكم تعمروهم باي شكل بغيتيو اذا كنتمنى ان لا فيديو تكون عجبتكم ورقتكم وانكم تجربوا هذا النوع ديال هاد السوينيات في داركم هاد لي بلاطو في ديوركم بصراحه راهم تيجيو جمال ما غاديش ندمو تعمروا الوقت ديالكم وفي نفس الوقت ديروا حويجه لي مختلفه ما كاينش منها بزاف ما مجلطاش بزاف في السوق كنشكركم على المتابعه ديالكم وكنقول لكم لي مازال ما دخلش ومازال ما زارش اول مره غادي يزور القناه ديالي ما فيها باس انه يضغط على زر الجرس ويفعلوا باش راه يوصلوا الجديد ديال الاشكال آه لي فيديو اللي كنزل سواء ديال الاكل او ديال لا ديكوراسيون هذه اعمال يدويه جميله كنشغلوا بها راسنا في البيوت ديالنا وكنقول لكم بالصحه والعافيه والى فيديو قادم ان شاء الله